في ظل هذه الأجواء الحلوة والإجازة السريعة والقصيرة، هي أسبوع بس صراحة إلى الآن الحمد لله ممتعة، ما نسيتني إني أهني أخوي الغالي دكتور مجد ناجي. أقول لك كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة وتألق ونجاح مثل ما عودنا. الله يخلي لك دكتورة ديما والأولاد يا رب، وتظل عائلتنا الثانية دائما في دبي. وأنا أتمشى في الحديقة لفت انتباهي شيء هناك، شوفوه، وهنا شيء أنا أعشقه، هذا لافندر خزامة ريحته تحفة. راح أخذ منه شوي معاي طبعا بعد ما أستأذن أصحاب البيت. لا دبي إن شاء الله. Até quando ele...